كثير متحمسة ومبسوطة رح هاي السيزون الثاني. يلا اليونيكورن طالع على الانترفيو. يونيكورن يوم بعثوا لي اياه بالصور حبيته كثير، هو صدق بيسمنني، بيطلعني امتن من نفسي وايد، خصوصا انا لون ابيض والابيض بيسمن، وانا اصلا الكاميرا بتسمنني واليونيكورن بيسمنني بس ما عاد بحبه. اصعب شيء بالكوستوم اللي انا لابسته هو الشوز والراس شوي، بس تعودت عليه، تعودت كيف بتحرك معه وبس حبيته يعني. أصعب شيء كان بالتجربة في هذا البرنامج طبعاً الغناء، لأن مثل ما سمعتوا أن أنا صوتي جبلي ورائع وجميل وأبداً منشاز، فيعني يعني هذا الشيء الوحيد اللي كان صعب بالنسبة لي. حسيت أني بكون قريب بنكشف بحلقة اللي لما غنيت بين العصر والمغرب، لأن كانت لهجتي واضحة أن أنا خليجية ففضحتني شوي، وأنا لما اخترت بين العصر والمغرب عشان أغنيها لأن هي الوحيدة اللي أنا أقدر أغنيها صح مع التون، بس اكتشفت أن أنا ما بعرف أدبك ولا ما عرفت أتحرك فيها، فتورطت في الأغنية يعني شو أسوي، ما فيها يعني ما فيها لينون اللي أنا أسويه، يعني ما بتناسب يمكن كاركتري أو شخصيتي. أتمنى حبيتوني وأتمنى ما كنت ثقيلة عليكم، وإن شاء الله أنا راح أعيد السيزون الثاني. يلا باي.